رغبة قلبي وتردد عقلي. لقد حصرت بينهما وبقيت حائرا. يا ربي، أنقذني من هذه المحنة يا رب، يا ربي. لم أنتبه لعودتك. أهلا بك. كيف كان الصيد؟ الصياد والغزال. حكاية قديمة. الصياد مرغم ويجب عليه أن يطلق. إن كان عليك أن تطلق ستطلق. وقبل أن تطلق ستنظر في عيني الغزال. أنا اتخذت قراري. تعالي يا بالا، تعالي. كي أعطي قبيلة الكاي وليا للعهد، سأتزوج مجددا. اتخذت قرارا صحيحا يا عثمان. أخبرني، هل تفكر بإحداهن؟ هناك إحداهن. لكن أنت التي في قلبي. أما من في عقلي